sensiz olamaz da kavga. دابا عندنا الفطور، عندنا هنا 100 غرام ديال الشوفان مع خبزة بيض ديال البيض مع نكهة ديال الفاني والعسل الدراري. يلا بيس ليكم. شوي الحال من واحد الموضوع وبزاف كاع. المهم الفيديو اللي شفت ديال هبات عبد الامين دويت عليه راه ماشي توقع المشكل هو سويل، لا بالعكس، هذيك غير سولني واحد الدري وقلت لي على الله، حيت انا تلا كنتفرج في الفيديوهات ديال هبات، هبات كيفحش بزاف، فهمتي؟ حش هبات عنده واحد الهدف هو اللي غادي فيه كيبحث بزاف. المهم ناض سوي الكلاش، هي هاد الكلاش هذا ما كانش خصو يكون دابا، عمره ما كان خصو يكون. علاش؟ انا واحد يعني مسكين الوالده ديالو الله ماتت الله يرحمها في هاد النار، بدات تعرق ليه، بدات كلاشي فيه شويه صعيبه، صعيبه بزاف، يعني غير النفسيه ديالو انها تقدر تطيح، فهمتوني؟ ولكن هو بالعكس الدراري ما داش في هاد الهضره، دار لايف كي كلشي كيسحبو غيبي عراق ولي كلاشي واحد. هذا واش دار؟ بدا كيجاوب غير على الاسئله ديال الدراري، وكنقرا لي كومونتير ماك معسول ماك معسول، قال لهم ما غنجاوب حتى شي واحد على هاد الاسئله هادو وما غندوي على حتى شي واحد. تما زاد بزاف، زاد بزاف، عجبني. وهادشي ماشي باش نطيح من قايب زوين ولا شي حاجه، هو دار غلط، ولكن انا ما كنتش انا بعدا ما كنتش كنتوقع الغلط من زوين صراحه. علاش؟ حيت هو واحد المره اسطوري، قال لهم تاع زيد الحاره الهبات من بعد دوافع الام ديالو، كنت صافي فهمتي، ما قال بيناتهم حتى شي مشاكل داكشي. المهم من هاد المنبر نطلبوا نحيدوا هادشي، دابا خاص شي واحد يعني الله ما يتي لي والدي ولا شي حاجه. انا الحمد لله حيدت هادشي، فهمتوا الدراري؟ من الفيديو الاول الاغلاط اللي كنت كندير حيدته، فهمتوا؟ ودابا كلشي فيس فهمتي، مع اوسكار، مع اي واحد، مع الجوزي، اي بطاط. الوجبه عندنا هنايا 150 غرام ديال الصدر ديال الدجاج و 200 غرام ديال الباط. يلا قوم معانا. سالينا دابا الحصه، صورنا واحد الدري رجوله شو يلاه شحال انت بادي دابا؟ 14. المهم الدري يلاه دابا 14 كيتريني معايا مزيان، اجيت. المهم داز الحصه ديال الصدر مزيان، يلاه بليس ليك. عندنا تقريبا 150 غرام ديال الكفته، وهنا عندنا 200 غرام ديال لي بات. المهم نضربوا هذه الوجبه وكملوا معنا الفلوق. عندنا النهارده ورا التمرين ارز 150 غرام، وعندنا لحم مفروم 150 غرام مع الشوفان تقريبا 20 غرام. كي جاتكم الدراري المصريه مزيانه ياك؟ بقا ندوي بها بيرسونيل اونلاين ولي بري، لي بري اللي نتوما ما عارفينهاش وانا ما كنقولهاش الا ما جيتيش دويتي معايا. خليكم واحد السكرين ديال واحد الدري شاف لي بري وتفاجئ. من حطيته في الانستغرام تقريبا كاع الدراري اللي مكانوش عارفين لي بري جاو سولنا لي بري، ومنهم شحال من واحد خدم معايا، وان شاء الله بهذوك لي بري وبهذاك العمل اللي كندير غنولي ان شاء الله من احسن لي كوتش بيرسونيل اونلاين في المغرب واقرب في انجلترا ليكم. الدراري اللي عندي دابا
انا ماشي شويه وماشي بزاف. واللي بغى كوتش بيرسونيل اونلاين دايت كيفاش تريني، كنبقى ندوي وياك يوميا باغ واتساب 24 ساعه 24 ساعه. مرحبا، خلي لكم النمره ديالي ديما وهي طالع لكم هنايا ودوزوا عندي. يلا الدراري بقاو معنا في هذا الفلوق. دابا عندنا الوجبه دي 200 غرام صدر فراخ مع 150 غرام، لا الدراري 200 غرام دي بات. الدراري شي الملح ما قاطعوش، مهم ماس ميسكل ساك. يلا بقاو معنا. سيدي الباب طالع سيد. مهم كيشتو اخر روبا راه ضربناها، لا باقا روبا يا ربي باقا وجبه غنصورها لكم. مهم بالنسبه للدراري اللي قالوا لي اخويا خليل حاول تعاوننا في التنشاف، اي واحد دري بغى ينشف خصو يعرف انه غادي يدخل واحد الهدف، واحد الهدف اللي فيه العذاب، واحد الهدف اللي فهمتي خصك تصبر. وهي اللي ملي كتكون تدخل في لاماس وغتدخل الريجيم راه غادي تصغر، ولكن ماشي غتمشي لك الكتله العضليه نو، غادي تهرب لك غير يمشي لك غير الماء ولا غريس. يعني حاول تبقى في التنشاف ديالك وراه ان شاء الله 3 شهور غير كدوز تكون بيان سيك وتقدر يعجبك التنشاف تبقى بحالي. يبقى العام كامل ديما دير ماس ميسكل نقيه بحال الشنقاوي يوسف، بحال يعني شكون عاوتاني الدراري تقريبا وقال غير يوسف بحال شاكيب، بحال شاكيب جوا كيبقى غادي ديما نقي. هاد الدراري هادو خذ منهم عبره وباش تاخذ عندي انا عبره تاخذ عندي عبره. بقى ديما بيان موتيفي ونتمنى يعجبكم هاد الفلوغ وبقاو مع روبا الاخرى. يلا جبان هاي الدراري كيما كنقول لكم دابا حتى مكنستخدمش المكملات، كنستخدم هاد الوجبه. المهم عندنا هنا 100 غرام ديال الشوفان مع الحليب مع شويه شوكولات شويه العسل والنكهه ديال الزهر، تعرفوا ماء الزهر هذه النكهه ديالو. يلا الدراري ما نفيقوش الدار، نساليو هنا الفيديو ونخليو تغدى الصباح اللي بغيتو.